بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب. النهاردة بإذن الله هنشرح البرنامج العملاق أفاست، البرنامج الغني عن التعريف. طبعا البرنامج دوت هو برنامج الحماية من الفيروسات، وطبعا يعني اللي بيشاهد الدرس دوت 99% و9 من 10 عارف يعني ايه برنامج افاست، لكن مش عارف الخصائص والمميزات الجباره اللي موجوده في البرنامج دوت. ان شاء الله من خلال شرح النهارده هعلمك ازاي تحمي نفسك من هجمات الهاكر وازاي تحمي نفسك من الفيروسات، وهنتعلم مع بعض باذن الله. لو انت عندك اي برنامج مفعله بسيريال، انت مثلا منزل مثلا برنامج على سبيل المثال كماتاسيا ستوديو ومفعله بالسيريال، لما بيتصل بالانترنت طبعا السيريال دوت بيتضرب. فهعلمك النهارده ازاي تحجب البرامج ديت عن الاتصال بالانترنت، وهعلمك ازاي انت تتحكم في كل اتصال عن طريق البرنامج للانترنت. اي برنامج عندك على الكمبيوتر هتتحكم فيه، تقول البرنامج دوت يتوصل بالانترنت ولا ما يتوصلش بالانترنت، وديت ميزه جميله جدا جدا زي الموبايلات بالظبط. هتتحكم في كل حاجه، هتقول البرنامج دوت اديله صلاحيه ولا ما ادلوش صلاحيه. فانت لو منزل عندك برنامج وانت مفعله بالسيريال وجاي دلوقتي اتصلت بالانترنت، ما تقلقش تقدر تحجب عنه الانترنت والسيريال هيفضل معاك شغال، مش هيفصل معاك ان شاء الله. يلا بقى بنخش على موضوع الشرح على طول، وطبعا هنحمل برنامج افاست لان هو دوت عملاق الشرح بتاع النهارده. بعد ما بنحمل برنامج افاست ونثبته على الكمبيوتر، بنفتح برنامج افاست بالصوره اللي انتم شايفينها دلوقتي، وبنختار الاختيارات التاليه. اتبع نفس الاختيارات اللي احنا هنقولها. هنضغط اول هنختار الاختيار اللي اسمه حمايه، ثم نختار الاختيار اللي اسمه جدار الحمايه. تمام كده، الحمايه ثم جدار الحمايه. هننقل للصفحه التاليه، هنختار منها الاعدادات. هنختار من هنا الاعدادات، او من اللي هنا للصفحة ديت هختار برضك حاجة اسمها جدار الحماية اللي هي في الجنب اللي انتم شايفينها ديت. هنختار حاجة اسمها جدار الحماية، ثم نختار من هنا السؤال. السؤال بعد كده هنقفل الصفحة ديت مش عايزينها، ننتقل للاختيار. انتقلنا للصفحة اللي انتم شايفينها دلوقتي. المربع دوت اللي انا عامل لكم دلوقتي عليه علامة حمراء دوت، المربع دوت ديت البرامج اللي مسموح لها انها تعمل كونكت بالانترنت، ديت البرامج اللي مسموح لها ان هي تعمل اتصال بالانترنت. طيب ابدا اتحكم بقى ازاي في البرامج ديت، اقول دوت مسموح له يتصل ولا لا؟ هنشوف مع بعض. هنختار الاختيار التالي اللي هو الاختيار اللي في الاسفل دوت، هنضغط عليه. وانتقلنا للصفحه التاليه زي ما انتم شايفين، ديت جميع البرامج اللي بتعمل اتصال بالانترنت على الكمبيوتر بتاعي. طيب بتعمل اتصال بالانترنت ليه؟ بتعمل اتصال عشان خاطر تحدث قاعده البيانات بتاعتها، او لان شغلها اصلا على الانترنت زي متصفح جوجل كروم. وطبعا في حاجات بتتصل بالانترنت عشان خاطر برضك تحدث الويندوز بتاعك، فطبيعي كل البرامج اللي هي بتتصل بالانترنت هتلاقيها في الصفحه ديت. انا حابب هنا اقول لكم على معلومه يا شباب، اي اتصال بالانترنت بيكون اتصال من نوعين، يا اما اتصال صادر يا اما اتصال وارد. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي مثلا هنفترض، هديك مثال بسيط، لو انت بتحمل اي بيانات من على الانترنت يبقى دوت حاجه وارده، دوت انت بتحمل من الانترنت لعندك على الكمبيوتر. طيب لو انت هترفع حاجه ابلود دوت هيبقى اتصال صادر، يعني هتبعت حاجه من الكمبيوتر بتاعك للانترنت. كذلك البرامج بتعمل كونكت بالانترنت بالطريقتين دول، يا اما عن طريق حاجه صادره يا اما عن طريق حاجه وارده. فطبعا لو عن حاجه وارده ممكن تكون حاجه بتحدث، فهيبقى مثلا الاتصال بالانترنت هيكون وارد. انا لو ببعت اي حاجه هيكون اتصال صادر. اي حاجه هتبعت عندك اتصال صادر من الانترنت هنعرف نعمل لها حجب ازاي، لان بالطريقه ديت ممكن يكون بيرسل معلوماتك على الانترنت او لاي برنامج فيتجسس عليه. اول خطوه دلوقتي لازم نتبعها ان احنا نحذف المجموعات ديت زي ما انت شايفين. نقف على السهم اللي في الجنب دوت، نفتح مجموعه مجموعه، نضغط على الحاجه السهم اللي تحتيها، نضغط عليها ونقول له حذف. بعد كده نضغط على السهم الرئيسي ونقول له حذف المجموعه. هنكرر الخطوه ديت زي ما انت شايفين. وزي ما انت شايفين دلوقتي يا شباب انا بحذف مجموعه مجموعه، ما ينفعش احذف المجموعه كلها من بره، لازم احذف اللي تحتها الاول. لما جيت حذفت مجموعه جاب لي رساله خطا، فانا لازم احذف الحاجات اللي تحت المجموعه ثم احذف المجموعه كلها. طبعا الخطوات دي مهمه جدا جدا. دي دلوقتي احنا بنعمل حذف لجميع البرامج اللي هي بتتصل بالانترنت علشان نبدا من اول وجديد، شغل على ميه بيضاء زي ما بيقولوا. زي ما انت شايفين دلوقتي احنا بنحذف المجموعات مجموعه مجموعه، وزي ما انتم شايفين دلوقتي اثناء الحذف ظهرت لي الرساله ديت.
طبعا الرساله ديت في برنامج بيحاول يعمل كونكت بالانترنت. طبعا اول ما تحذف جميع البرامج ديت هتشغلك شويه. اي حاجه هتعمل كونكت بالانترنت هتضطر يجيلك بيها رساله، هضغط هنا على كلمه اغلاق، وزي ما انتم شايفين ديت الرساله اللي ظهرت لي، فانا هضغط على اظهار المزيد واقول لكم تفاصيل الرساله ديت عشان تعرف تدي سماح للبرنامج دوت ولا لا. تمام كده، نضغط هنا على اظهار المزيد. زي ما انتم شايفين ديت التفاصيل بتاعت البرنامج اللي بيحاول يعمل اتصال بالانترنت. بشوف المسار بتاعه، زي ما انتم شايفين المسار هنا اهوت بيقول لي هو في بيحاول يعمل اتصال بالانترنت. البرنامج دوت مكانه في البروجرام فايل، فانا هضغط تلقائي هنا اهوت على كلمه سماح، لان اي برنامج بيتم تسطيبه بينزل فيه البروجرام فايل، يبقى دوت المكان الطبيعي بتاعه. فهو لو حابب يعمل اتصال بالانترنت مفيش مشكله اديله سماح زي برنامج جوجل كروم. طيب نروح نفتح برنامج مثلا زي الداونلود مانجر، شوف هل هو هيطلب مني اتصال بالانترنت ولا لا. زي ما انتم شايفين بيطلب مني الاتصال بالانترنت، اسمح للبرنامج دوت يتصل بالانترنت ولا لا. طبعا بيبقى مكتوب فوق اهوت اسم البرنامج، واي برنامج مكتوب الامتداد بتاعه او المسار بتاعه السي في البروجرام فايل يبقى اديله سماح وانا مغمض على طول، لان هو كده بيعمل تحديث للبرنامج او بيحاول يتصل بالبرنامج وهو في البروجرام فايل. اما لو هو في مكان تاني غير البروجرام فايل يبقى دوت بيحاول يهكر عليك، او بيبقى خلال او بيبقى مثلا فيروس او روابط او تجسس، ففي الحاله ديت تديله عدم السماح. طيب كده دلوقتي يا عم فارس احنا نتروش، كل ما في برنامج يجي يعمل كونكت بالانترنت هيفضل يجيب لي رساله. فعلا كل ما تيجي تعمل كونكت بالانترنت هيجيب لك رساله، لكن الرساله دي تطلع لك اول مره فقط. يعني لو انا جيت اتصل ببرنامج جوجل كروم فانا هديله سماح اول مره فقط، مش هديله كل مره هيعمل كونكت هديله صلاحيه السماح. طيب دلوقتي انا جيت مثلا زي الداونلود مانجر، وزي ما احنا شفنا جيت حاولت اعمل كونكت بالانترنت، كل ما اجي اعمل داونلود هيجيب لي الرساله ديت. الرساله دي هتظهر لك مره واحده فقط في اول اتصال للانترنت عن طريق البرنامج. طيب الموضوع دوت ممكن يستغرق معاك قد ايه؟ ممكن يستغرق معاك يومين ثلاثه تفضل في المشاكل ديت بالنسبه لك لو انت شايفها مشكله، لكن دوت امان ليك. كل شويه تظهر لك رساله عن اي برنامج بيحاول يعمل اتصال بالانترنت. تمام كده؟ وانت ساعتها تقدر تحدد البرنامج دوت تديله صلاحيه ولا ما تديهوش صلاحيه. والله هو مش انشغال ولا وجع دماغ، دي بتبقى حاجه مؤقته هتستغرق معاك من يوم لثلاث ايام، والرساله دي مش كل شويه تظهر لك، هتبقى تظهر مثلا بعدد محدود. كل ما تيجي في برنامج يعمل كونكت هيظهر لك الرساله ديت، لكن انت بتامن نفسك. لو انت طبعا حملت برنامج، حملت صوره، حملت اي حاجه، وبعد ما فتحتها او ضغطت على الرابط والرابط دوت كان مفخخ او كان مهكر، فطبعا الرابط الهاكر بيبعت لك رابط وانت بتضغط عليه انت الضحيه، فبيبدا يرسل بياناتك الشخصيه سواء بقى صور بتاعتك على اللابتوب او بياناتك الشخصيه، بيانات التصفح، ايا كان انت تقدر تعمل البرنامج دوت حجب، لان مجرد ما يجي يتصل بالانترنت هتقول له البرنامج دوت ما يتصلش بالانترنت، لان انت عارف ان البرنامج دوت كده فيروس، لانه طبعا مش موجود في البروجرام فايل ومش موجود في السي في البروجرام فايل، وهو بيحاول يعمل تصدير لبياناتك، وانت البرنامج ملهوش وظيفه ان هو يصدر البيانات. انت مثلا عامل برنامج هتحمل منه حاجه، ايه اللي هو هيصدره؟ فطبعا بتعمل له حجب على طول. انا شايف ان الحاجه ديت مهمه جدا جدا عشان خاطر امنك وامن معلوماتك وامن حاجاتك الشخصيه، يبقى انت بكده تقدر تعمل بتقدر تحمي نفسك من هجمات الهاكر. طبعا تحمي نفسك ازاي من الفيروسات؟ بتعمل فحص عادي من البرنامج، دي ما فيهاش اي مشكله طبعا كله عارفها، بتخش على الحاله وبتعمل فحص الفيروسات، دي طبعا كل الناس عارفاها، لكن احنا النهارده اتكلمنا باستفاضه عن ازاي تحمي نفسك من هجمات الهاكر. انا شايف الموضوع دوت مهم جدا جدا لكل واحد عنده جهاز بي سي او جهاز لابتوب، الموضوع لا غنى عنه، لازم تطبق الشرح. طب انا لو اديت صلاحيه لبرنامج من البرامج وبعد كده عايز الغي الصلاحيه ديت لان انا خدت القرار سريعا، هعمل ايه؟ هتبع الخطوات التاليه اللي احنا هنقولها دلوقتي. هندخل على انهوات الاعدادات وهنحذف التطبيق اللي انا اديته سماح، طبعا سماح بالاتصال بالانترنت، هنحذف التطبيق وبعد كده هنحذف المجموعه بتاعته، يبقى كده مش هيقدر يعمل اتصال بالانترنت. مجرد ما يجي يعمل كونكت بالانترنت مره اخرى هيسالك، وانت تقدر تقرر ساعتها تديله سماح بالاتصال بالانترنت او عدم السماح. زي ما انتم شايفين الخطوات كانت سهله بسيطه، ضغطنا على الحمايه ثم على جدار الحمايه ثم اعداد التطبيقات وحذفنا التطبيقات الموجوده، وطبعا ما ننساش الاختيار اللي هو بتاع السؤال. يبقى انت كده بتقول اي برنامج يجي يعمل اتصال بالانترنت لازم يسالك، وانت ساعتها تقرر توافق او ما توافقش. يبقى احنا كده وصلنا لنهايه الشرح بتاع النهارده، لو انت استفدت من الشرح ما تنسانيش من دعوه صالحه بظهر الغيب،
كان معكم أخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.